السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم زميلتكم من تيم إيزي، والنهاردة هنشرح الراوند الأول في التروما بعنوان Surgery Accident Hemorrhage and Shock. طيب إيه المضمون من الراوند ده؟ إيه المفروض نعرفه من الراوند ده؟ إن إحنا إن شاء الله لما ندخل الامتياز ونكون واقفين في الطوارئ، المفروض نعرف إزاي نتعامل مع المرضى اللي داخلين معانا بسرعة وبطريقة صح، تمام؟ علشان ما نضيعش وقت وإن إحنا نلحق ننقذهم على قد ما نقدر. طيب اول حاجه هنعرفها اللي هي الترايموديال ديث ديستريبيوشن. طيب الترايموديال ديث ديستريبيوشن ده بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن انه لما يدخل لي، لما يحصل مثلا اكسيدنت ماشي، ويبقى معايا ثلاثه اشخاص مختلفين، واحد توفى وقت الاكسيدنت ماشي في لحظه من يعني في لحظه الاكسيدنت، واحد توفى بعد الاكسيدنت او هو في الطريق في الاسعاف وهو رايح المستشفى، واحد اتوفى من ساعات سوري من ايام لاسابيع بعد ما دخل المستشفى. طيب خلينا نشوف مع بعض كده. طيب اهو في الترايموديال ديث ديستريبيوشن بيقول لي ان احنا عندنا ثلاثة بيكس ماشي، عندنا ثلاثة بيكس. اول بيك بتتكلم ان احنا الشخص او البيشنت مات بسبب الاكسيدنت من ثواني لدقايق من حدوث الاكسيدنت. طيب تاني بيك بتتكلم ان البيشنت مات من ساعات من دقايق لساعات من حدوث الاكسيدنت، واخر واحده بتقول لي ان البيشنت دخل المستشفى بس مات من ايام لاسابيع من دخول المستشفى. طيب عايزين نعرف ايه اسباب وفاه كل بيشنت من دولت. بيقول لي اول بيك الفيرست بيك بتحصل من seconds to minutes of the injury، تحصل انه البيشنت بيموت من 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 ثواني لدقائق من حدوث الانجري. طيب بسبب ايه؟ بسبب ابنيا. يعني ايه ابنيا؟ يعني ايه حصل مشكله في التنفس ومش قادر يتنفس. طيب ايه اللي ممكن يسبب مشكله في التنفس او يسبب ان انا مش قادره اتنفس؟ طيب اول حاجه مشكله في السي ان اس او مشكله في الكارديو. يعني ايه مشكله في السي ان اس؟ يعني حصل سيفير برين اور هاي سباينال كورد انجري، حصل انجري او سيفير انجري في البرين والهاي سباينال كورد. طيب يعني ايه مشكله في الكارديو؟ يعني حصل لي رابشر في الاورتا، رابشر في الهارت، في اللارج فيسلز، حصل مشكله ان الاكسجينيتد بلاد ما قدرش انه يوصل للجسم كله، فحصل ايه او ما قدرش يوصل للسي ان اس فحصل موت على طول. طيب تاني بيك اللي هي بيسموها كمان الجولدن اور، اللي هو يا تلحقوا يا ما تلحقوش. طيب دي بتحصل من ايه؟ من دقائق لساعات من حدوث الانجري. طيب بسبب ايه؟ دي بتبقى بسبب ايه؟ بسبب significant blood loss، حصل blood loss كتير جدا ادى الى انه اسمه ده ادى انه ال patient اللي هو البيشنت ده دخل في شوك وخلاص مات بعد الشوك دي. طيب دي بتحصل بسبب ايه؟ مثلا subdural او epidural hematomas، حصل لي رابتشر في السبلين، حصل لي لاسيريشن في الليفر، حصل لي pelvic fractures. وخلي بالكم ان pelvic fractures دي من واحده من المسببات للوس اوف بلود الكتيره جدا، تمام. واخر بيك هنتكلم عنها اللي هي الثيرد بيك، ودي بتحصل من several days to weeks بعد الانجري. طيب دي بسبب ايه؟ السبسس والمالتيبل اورجان ديسفانكشن. يعني حصل ايه؟ عندي انفكشن ادى الى ان حصل اورجان مالتيبل اورجان ديسفانكشن، الاعضاء كلها بدات ان هي تتوقف عن العمل. طيب دلوقتي احنا مش هندخل على الاطلس دلوقتي، احنا هنشوف حاجه تانية وبعدين هندخل على هنرجع له تاني، تمام. هندخل على حاجه اسمها ترياج. الترياج ده عباره عن ايه؟ ان احنا بنعمل فرز للبيشنتس على حسب النيدز بتاعتهم والريسورسز المتوفره عندنا. طيب الترياج ده بنحدده او بنعرفه باربع الوان مختلفين ماشي. اول لون عندنا الريد، وتاني لون اليالو، والتالت جرين والبلاك، تمام. الريد ده بيبقى ايه؟ عباره عن ايه؟ لما البيشنت يبقى سيفير او الانجري تبقى سيفير، بس البيشنت والبيشنت محتاج ايميديت اتنشن، محتاج اتنشن دلوقتي حالا. طيب في حين اليالو ماشي، ايوه البيشنت بيبقى سيفير وكل حاجه بس ممكن يستنى شويه، مش محتاج اتنشن دلوقتي حالا. طيب الجرين لا مش محتاج اتنشن ومش سيفير وكل يعني ممكن نستنى عليه كتير قوي. طيب والبلاك بقى، البلاك البيشنت بيبقى سيفير ماشي بس هوبلس، يعني خلاص مفيش امل منه، مفيش امل ان احنا مهما عملنا له ان هو هيرجع تاني. طيب بيقول لنا ان الترياج في منها نوعين، في عندنا المالتيبل كاجوالتيز وعندنا الماس كاجوالتيز. تعال نطلع فوق ونشوف المقارنه اللي انا عملتها عنهم. طيب بيقول لي الدكتور اكد على السؤال ده، بيقول ان بيجي في الامتحانات كتير فركزوا في الحته دي، تمام. بيقول لي
ان المالتيبل كاجوالتيز دي بتحصل امتى؟ لما يبقى في انوف ستاف، يعني في ستاف كفايه للبيشنتس، لعدد البيشنتس، في حين الماس كاجوالتيز بتحصل لما ما يبقاش في انوف ستاف، ما يبقاش في ستاف كفايه لعدد البيشنتس الموجودين. زي ايه؟ زي مثلا كار كراش، ماشي؟ يعني يوم ما يحصل كار كراش بيبقى مثلا 4 أو 5 اشخاص في الكراش، فلا في دكاتره كافيين في المستشفى ان هم يعني يعالجوا الحالات الموجوده دلوقتي. في حين مثلا حاجه الحروب، لا ده في بقى بالالاف والملايين اللي بيموتوا، ان الدكاتره الموجودين هيلحقوا يعني يعالجوا مين ولا مين؟ تمام، دي اول حاجه. لازم نعرف ان في المالتيبل كاجوالتيز اول حاجه بنروح نعمل لها تريتمنت اول شخص اللي هو الناس الامرجنسي، ان الناس اللي هي مهمه، اللي هي فيها، اللي هي دلوقتي هم في حاله امرجنسي. في حين الماس كاجوالتيز لا، احنا بندور على البرايورتيز، مين اللي هيعيش الاول، ماشي؟ مين اللي احنا ممكن ننقذه دلوقتي ويعيش بعدين، مش مين اللي احنا مهما حاولنا ننقذه لا بعد كده اللي هيحصل مضاعفات وهيتوفى بعد كده. طيب ليه لازم ان احنا نركز مع البرايورتي؟ لان ليهم فرصه اكبر للنجاه، ان احنا ننقذهم، فخلاص احنا هنركز معاهم وهننقذهم، ماشي؟ فركزوا، يبقى المالتيبل كاجوالتيز يبقى هنركز هنعالج الاول الامرجنسي، في حين الماس كاجوالتيز هنعالج الاول البرايورتي، تمام؟ طيب دلوقتي حاجه لازم نعرفها، ان في مبادئ جايد لاينز موحده حوالين العالم، ماشي؟ الجايد لاينز دي بتساعدنا ايه؟ بتساعدنا في ايه؟ ثانيه واحده، بتساعدنا ان احنا نعمل ادفانسد تروما لايف سبورت، اللي هو ايه؟ اللي هو الاطلس، اللي هو الاطلس. طيب الاطلس ده عباره عن ايه؟ عباره زي ما قلت مبادئ موحده حوالين العالم الناس بتستعملها علشان ايه؟ نحاول ننقذ حياه البيشنت اللي جالنا في الامرجنسي. طيب لازم نعرفه ان الاطلس ده ميثود بنستعمل اكسبتد از ستاندرد لاول ساعه من التروما، يعني اول ما تحصل التروما، اول ساعه من حدوث التروما، دي حاجه لازم نعملها في اول ساعه من حدوث التروما. طيب ايه هي بقى، ايه هو الاطلس، او بنعمل ايه في الاطلس؟ احنا عندنا 3 كونسبتس للاطلس، ماشي؟ اول كونسبت ان احنا بنعالج اكبر greatest threat to life first، ان احنا بنعالج اكبر تهديد لحياه البيشنت، اكبر تهديد لحياته. طيب بنعالجه بايه؟ ان احنا بنعالجه مع عدم وجود definitive diagnosis، وبنعالجه مع عدم وجود history، يعني احنا بنعالجه حتى لو ما فيش diagnosis، حتى لو ما فيش history احنا لازم نعالجه. وبنعالج ايه اهم حاجة؟ the greatest threat، اكبر تهديد لحياته. طيب بيقول لنا ان الاطلس بيتقسم حاجتين، the primary survey و secondary survey. البرايمري سيرفي اللي هي بتبقى فيها منها 5 طرق في التعامل، اللي هو في كلمة أو في حروف A B C D E، ماشي؟ عندنا 5 حاجات أو 5 طرق للتعامل مع البيشنت. أول حاجة الإيرواي بتاعه، أول حاجة بنركز عليها اللي هي إيه؟ الإيرواي بتاعة المريض. تاني حاجة بنركز عليها اللي هي البريثنج، وبعدين السيركيوليشن، وبعدين الديسابيليتي، وبعدين الاكسبوجر والانفايرمنت. اول حاجه لازم نعرفها في الخمسه دولت ان احنا مش بنعملهم بالترتيب، مش بنمشي بترتيبهم، لا احنا ممكن نعملهم بترتيب مختلف، ماشي؟ طيب اول حاجه عندنا اللي هي الايروي، ودي بتعمل ايه؟ انت بتدور في الايروي بتاع البيشنت، في اللي هو الابر ايروي، الابر ريسبيراتوري، اللي هو الريسبيراتوري سيستم بس الابر منه، ماشي؟ بتدور لو في مثلا حاجة سداه، حاجة أفلام، في حاجة في تروما، في فورين بودي وكده. تاني حاجة اللي هي البريذنج، ماشي؟ وبتختلف البريذنج عن الإيروي. البريذنج هنا بنشوف الجست فانكشن، بنشوف إيه هو بياخد نفسه، لما بيجي يتنفس بياخد نفسه كويس ولا مش بياخد نفسه كويس. طيب أنا هنا مش هكمل دورات، هنشوف عن الإيروي والبريذنج، وبعدين هنرجع لتاني للسيركيوليشن والديسابيلتي والإكسبوجر. عايزين نعرف ان في طرق بنعمل بيها ايرواي مينتيننس. طيب ايه هما الطرق اللي بنعمل بيهم ايرواي مينتيننس؟ اول حاجه عندنا طريقتين اساسيتين، اللي هو التشين ليفت، اللي هو التشين ليفت والجو ثرست. طيب خلينا نقرا مع بعض الاول اللي بيحصل. طيب بيقول لي انه this rapid assessment of sign for sign of airway obstruction should include suctioning and expectation for foreign body. انت بتعمل suction، ولو يعني انت بتشوف الاول لو لقيت foreign body بتعمل لها suction، ماشي؟ علشان تعمل free airway
تعمل free يعني airway للشخص ان هو يتنفس. طيب بيقول لي ان مثلا حاجات زي الفيشل او المانديبولر او التراكيال فراكشرز ممكن تعمل لي airway obstruction ماشي. فانت اهم حاجة تعمل protecting the cervical spine، دي اهم حاجة لازم نركز عليها. وبعدين وانت بتعمل protecting the cervical spine انت بتعمل chin lift وبتعمل jaw thrust. طيب في حاجات لازم نركز عليها واحنا بنعملها، او حاجات لازم نعملها واحنا بنعمل اللي هو chin lift او jaw thrust. اول حاجة ان the patient's head should not be hyper extended hyper flexed او rotated، لازم تبقى في وضعية ثابتة، ما ينفعش تعوجها قوي تلفها او تعملها flexion او extension. طيب تعمل للبيشنت lateral C spine X-ray، تعمل له C spine X-ray عشان تتأكد ان كله تمام من جوه. طيب وتعمل ولو الانجريز، لو البيشنت نفسه الكونشس بتاعته مش مدى وعيه مش قوي، او الجلوس جو كوما سكيل بتاعته 8 او اقل، ساعتها انت بتعمل placement of a definitive airway، بتساعده بان انت تحط له مثلا secure tube في التراكية عشان تساعده على التنفس، لان هو دلوقتي مش واعي. طيب واهم حاجة protection للpatient's spinal cord، زي ما قعدنا وهنزيد اهم حاجة بنركز عليها ان احنا نعمل protection للspinal cord، لان spinal cord ده اهم حاجة. فانت ما تكونش بتعمل حاجة بعنف، لا انت تاخد بالك وما تلفش، حاول ما تحركش اصلا السباينال كورد، او ما تجيش جنب السباينال كورد، فانت ما تحركش الرقبة قوي، يعني انت الراس تخليك مثبتها على قد ما تقدر. طيب خلينا نشوف اول نوع واللي هو التشين ليفت. بتعمل ازاي التشين ليفت؟ ان انت الدكتور بيثبت ايد عند الفورهيد بتاعت البيشنت، وبالايد التانية بيضغط للتشين لفوق، بيضغطها لفوق ماشي. فهو بيرجع راس البيشنت لورا، بيرجع راس البيشنت لورا من عند الفورهيد، وبيزق التشين لفوق. طيب هنا احنا الى حد ما بنحرك السباينال كورد، فهي مش مستحبه التشين ليفت دي، مش مستحبه ان احنا نستعملها ماشي، خصوصا لو في سباينال كورد انجري. طيب خلينا نقرا مع بعض. بيقول لي ان الفينجرز اوف وان هاند اندر المانديبل، بنحطها تحت المانديبل، والليفت الابورد تو برينج التشين anterior، فانت بتحطها تحت المانديبل وتشد لفوق ماشي، تشد upward فتخلي الشين anterior. طيب الثمب بتاع السيم هاند بيبقى depress اللور ليب، بالثمب ده بتفتح شويه اللور ليب علشان تخلي او تساعد البيشنت لو لا قدر الله انه النوز بتاعته مقفوله ومش قادر يتنفس من النوز، فتفتح له الليب علشان يقدر يتنفس من الماوث. طيب ده النوع بتاع ده الشين ليفت. خلينا نشوف الجو ثروست. في الجو ثرست بيقول لي ايه او بتتعمل ازاي. الجو ثرست بيقول لي اول حاجة بتحط الدكتور بيحط ايده الاتنين عند الانجل بتاعت الجو، عند اللور انجل بتاعت الجو. طيب وبايده بيرفع المانديبل لقدام فورورد ماشي، علشان يعمل كلير باثوي. في الحركة دي احنا مش بنرجع الراس لورا زي في الحركة اللي قبليها، لا احنا بنرفعها لفوق ماشي، بيخليها باصص لفوق، فدي احنا مش بنحرك فيها السباينال كورد، فاحنا الحركه دي مستحبه ان احنا نستخدمها اكتر من التشين من الثانيه اللي هي التشين ليفت. تمام بيقول لي ان في الجو ثرست بنعمل كلير للاير واي وبريفنت نيك اكستنشن ماشي، احنا بنعمل هنا بريفنت للنيك اكستنشن. طيب خلينا نشوف كده في فيديو انا هحطه في الاخر عشان لو حابين تشوفوه ازاي بيعمل الجو ثرست والليفت تشين ماشي. تعال نشوف كconclusion او معلش الconclusion دي بتاعت الاطلس كلها مش بتاعت بس اللي هو الايرواي والبريثنج. فقبل ما نشوف الconclusion خلينا نطلع تاني عشان نكمل بقيت اللي هو البرايمري سيرفي بتاعت الاطلس. خلصنا الايرواي وخلصنا البريثنج، خلصنا الايرواي وخلصنا البريثنج، فندخل على السيركيوليشن والديسابيلتي والاكسبوجر. طيب اول حاجه سيركيوليشن، لو البيشنت عمال يعمل بليدنج في هيمريدج، وفي عمال يعمل انترنال اكسترنال بليدنج، احنا لازم نوقفها، احنا لازم نوقفها ان هي مهمه لانه ممكن يدخل في شوك. لو مثلا في حاجه او في حاجه عم هتسبب ديسابيلتي، لا احنا لازم ناخد بالنا منها. لو في حاجه عشان ما يحصلش ديسابيلتي او يحصلش نيورولوجيكال او ما يحصلش يعني نيورولوجيكال بروبلم للمريض للبيشنت، لا لو المريض كان لابس هدومه، لا احنا اول حاجه بنعملها بنقطع الهدوم المريض ماشي، بنقلعه هدومه كلها وبعدين بنغطيه على ماشي، بنغطي المريض وبعدين بنبدا نكشف حته حته ونكشف عليها، يعني نشوف هل في حاجه في بليدنج، في مشكله ماشي،
في cut كده، فاحنا بنعمل exposure عشان نشوف الحاجات دي كلها. طيب وفي الانفايرومنت، الانفايرومنت بنشوف لو درجه حراره المريض بدات تنزل فلا احنا عايزين نلحقه اسمه ده نرفعها تاني لدرجه الطبيعيه اللي هي 37 علشان ما يدخلش فيه هايبوفوليميك شوك. تمام تمام كده نكون خلصنا اللي هم ايه الطرق في التعامل مع المريض على حسب الاطلس. طيب دلوقتي ندخل على الكونكلوجن، مش عايزين نعرف ايه من الاطلس ده. اول حاجه لازم نعرفها ان احنا اول حاجه لازم نعملها ان احنا نعمل اسس للبيشنت كونديشن رابيدلي واكيوريتلي. زي ما قلت احنا اول ما كنا واقفين في الامتياز، اول ما يدخل علينا مريض او نكون واقفين في الطوارئ، اول ما يدخل علينا مريض لازم نعرف ان احنا نحدد احنا هنعمل ايه للمريض، بس تبقى بسرعه وتبقى صح. اللي احنا نعمله للمريض يبقى بسرعه ويبقى صح. طيب لازم نعمل ستابلايز للمريض، ده اهم حاجه تبقى البرايوريتي بتاعتنا ان احنا نعمل ستابلايز للبيشنت، وان احنا ديترماين البيشنت نيدز. لازم نعرف اذا احتياجات المريض بتعدي او اكسيدز الفاسيليتي ريسورسز ولا هي متناسبه معاها. ماشي، هل الدكتور ده هيعرف يتعامل مع المريض ولا لا احنا لازم نجيب دكتور تاني او تخصص تاني يجي يتعامل مع المريض. هل الستاف اللي عندي كافي ان هو يتحمل عدد المرضى اللي جايين ولا مش هيقدر؟ طيب ولو مش هيقدر اللي هيحصل ساعتها ان احنا لازم نحول المريض لو مثلا لدكتور تخصص مختلف او لهوسبيتال مختلفه. تمام. طيب اخر حاجه انشور الاوبتيمال كير. اهم حاجه ان احنا واحنا بنعمل ده كله ليه؟ علشان ان احنا نعمل الاوبتيمال كير للبيشنت، ان احنا نعمل بروفايد الاوبتيمال كير للبيشنت. طيب في هنا جمله ماشي بيقول لي ان الانجري از ا ديزيز ات هاز ا هوست، الهوست للبيشنت، وات هاز ا فيكتور اللي هو فيكتور اوف ترانسميشن، طريقه للعدوى زي كده. نخش على اللي بعديها، عايزين نعرف الهيموريج. طيب عايزين نعرف ان الهيموريج في منها نوعين، عندنا اكسترنال هيموريج، عندنا اكسترنال هيموريج، وعندنا انترنال هيموريج. طيب نبدا بالاكسترنال هيموريج. الاكسترنال هيموريج بيحصل في ايه؟ في السوفت تيشو. طيب طيب بيحصل بيقول لي ان الموست او الموست اوف السوفت تيشو تروما اللي هي الاكسترنال هيموريج بتبقى مايلد ومش لايف ثريتنينج مقارنة بالانترنال هيموريج. ماشي، هي بتبقى مايلد بسيطة ومش مش مش ممكن تموت المريض في لحظتها. طيب بيقول لي ان الاكسترنال هيموريج كان كاري سيجنيفيكانت ريسكس اوف بيشنت موربيديتي اند ديسفيجرمنت. ايوه الاكسترنال هيموريج ممكن تغير في شكل المريض او كده، يعني تعمل ديسفيجرمنت شوية، بس برضو هي مش لايف ثريتنينج قوي بالنسبة للانترنال هيموريج. طيب مدى جدية الاكسترنال هيموريج بتعتمد على ثلاث حاجات. اول حاجه الاناتوميكال سورس، احنا بنعمل بليدنج من فين؟ من الارتري، من الفين، من الكابيلاري. زي ما انتوا عارفين ان الارتري البلود بيطلع منه بيبقى برايتر، في حين البلود اللي بيطلع من الفين بيبقى داركر. ماشي، الديجري اوف فاسكولار ديسربشن. ماشي، هل في يعني الفيسل او الارتري او الفين اتقطع تماما ولا ممكن نلحقه؟ الاماونت اوف بلاد لوست، هل فقد دم كتير ولا مفقدش، ولا ممكن يعني هل نلحقه بدم بسرعه ولا لا عادي ممكن نكمل من غير ما نلحقه بدم. طيب ده الاكسترنال هيموريج. ندخل على الانترنال هيموريج. بيقول لي ان الانترنال هيموريج بيحصل بسبب ايه؟ بلانت او بينتريتنج تروما، زي مثلا حد حط سكينه penetrating trauma blunt او penetrating trauma، زي خلينا نقول اللي هي الجان شوت. ماشي، الجان شوت تدخل تعملي internal bleeding في المكان اللي دخلت فيه، او acute او chronic medical illnesses. طيب ممكن تحصل فين؟ ممكن تحصل في اربع اماكن زي الشيست، الابدومين، البلفس، او الريترو بريتونيوم. ماشي، فخلينا نتخيل مثلا ان حد جه ضرب حد بالبوكس في البطن، من قوه الضربه حصل internal bleeding. ماشي، هي كده الانترنال بليدنج، ان هي بيحصل بليدنج جوه الجسم ما بيبانش من بره الى حد ما. ماشي، فبيطلعش الدم بره الجسم، هو بيحصل بس جوه الجسم يعني. تمام، بيقول لي ان في ساينز وسيمتومز سجست سيجنيفيكانت انترنال هيموريج انكلود. بيقول لي يعني معناها انه في ساينز وسيمتومز ممكن لو بصينا على المريض نعرف ان المريض ده او نتوقع ان المريض ده عنده انترنال هيموريج. زي ايه؟ برايت ريد بلود فروم ماوث او الريكتوم او اذر اورفيس، بيطلع دم من البق او من الريكتوم او اورفيس تانية او اي يعني اورفيس مفتوحه.
بيطلع كوفي جراوند ابييرنس اوف الفوميتس، ممكن ان هو يرجع حاجه شبه الكوفي جراوند اللي هو شبه اللي هي بودره القهوه كده ماشي، يعمل لي ميلانا دي اللي هي البلاك ستول ماشي، يعمل لي بلاك ستول ماشي بسبب الدم، فاللون الستول بيتغير لبلاك، يعمل لي ديزنس او يعمل المريض ديزنس او سانكوب اون سيتنج او ستاندنج، يعني المريض يجي يكون قاعد يجي يقف يحصل له ديزنس بسبب ايه، ان ضغط وطي مره واحده ماشي. واخر حاجه يعمل لي اوروثوستاتيك هايبوتنشن ماشي. بيقول لي هنا ان الانترنال هيمريج از اسوشيتد وذ هاير موربيديتي ومورتاليتي ريت، يعني الوفيات فيها اكتر من الاكسترنال هيمريج، لان انت مش شايف الانترنال هيمريج، فانت ايوه احنا في حاجات ممكن نحددها او ممكن نتوقع ان المريض ده عنده انترنال هيمريج، بس ممكن مرضى ما يبانش عليهم اعراض. فالانترنال هيمريج هو عنده هاير موربيديتي وفيات اكتر من الاكسترنال هيمريج. طيب نخش على اللي بعديها، بيقول لي الفيسيولوجيكال ريسبونسز تو الهيمريج، يعني ايه؟ يعني الجسم بيحاول يعمل ايه علشان ان هو يحاول يقلل من الهيمورج، يحاول يقلل من النزيف اللي بيحصل دلوقتي حالا. اول حاجه بيعملها انه يعمل لي فازو كونستريكشن، يقفل الاوعيه الدمويه، يعمل لي فورميشن اوف البليتلت بلوج، يعمل لي كواجوليشن، يعمل لي جروث اوف تيشو انتو بلاد كلوت انتو ذا بلاد كلوت عشان بيرمننتلي كلوزز ذا انجرد فيسلز. بيحاول بكل الطرق ان هو يمنع الهيمورج. فحتى بيقولوا لنا ان انت اول ما يدخل المريض عليكي حط له ركب الكانيولا، ده اول حاجه تعملها. ليه؟ عشان اول ما يحصل الجسم اول ما يعمل فاس كونستريكشن انت مش هتلاقي فيسلز انت تحط فيها الكانيولا، فمش خلاص انت هتعمل ايه دلوقتي، انت مش تلاقي فيسلز خالص، مش قادر انت تدخل الكانيولا في الجسم. فانت اول حاجه بتعملها ان احنا نركب كانيولا للمريض ماشي. طيب نخش على بعديها اللي هو الهيمرج كنترول، ازاي بنقدر ان احنا نحتوي او ان احنا نحافظ او ان احنا نعالج لحد ما يعني او نعمل هيمرج كنترول. طيب اول حاجه نعرفها ان احنا عندنا هيمرج كنترول مختلفه من الاكسترنال للانترنال. في الاكسترنال بنعمل اهم حاجه واول حاجه بنعملها ان احنا نعمل دايركت بريشر، اضغط على الجرح ماشي، اعمل بسرعه دايركت بريشر على الجرح ماشي. وبعدين في عندنا جنرال مانجمنت، زي مثلا زي ما احنا قلنا دايركت بريشر اليفيشن، ارفعها ارفع ال whatever خلينا نقول الاورجان او يعني الرجل او الايد علشان تبعدها، علشان زي تحاول تلعب بالجرافيتي كده، فتحاول ان انت بدل ما الدم بينزل لتحت لا انت ارفع الرجل مثلا عشان الدم يرجع للجسم تاني ما ينزلش لتحت. اعمل ايس عشان توقع يعني تعمل فازو كونستريكشن اكتر، فتوقف ان البلد يندفع الى للانجري. اعمل دور على البريشر بوينت. عندنا الكونستريكشن باند والتورنيكت، الاثنين دولت الى حد كبير شبه بعض. طيب ايه هما الكونستريكشن باند او التورنيكت؟ هي بتبقى عباره عن باند كده ماشي بنلفها حوالين او فوق الجرح كده علشان نوقف وصول الدم للجرح. طيب بيقول لي ايه ان التورنيكت بالضغط بتاعها بنحدده على اساس ايه؟ بنشوف ضغط المريض وايه ونزود عليه من 20 ل 30 من 20 ل 30 اللي هو من 20 ل 30 فوق الضغط بتاع المريض. يعني مثلا ضغط المريض كان 100 ماشي، انا بزود عليها 20 او 30 بزود عليها 20 او 30، فخلينا نقول ان هي بقت 120 ماشي. فانا بشوف باخد ال 120 الضغط ال 120 ده واقوم حطاه في يعني حطاه كضغط للباند او التورنيكت اللي انا هحطها فوق الجرح بتاع المريض. طيب حاجه بنعرفها ان احنا ان دي خطر. ليه خطر؟ ان انت لما بتحبس الدم في مكان واحد ماشي بيبدا انه يطلع توكسينز، بيبدا ان هو الدم دلوقتي مش بيرجع الكربون ديكسيد ولا بيجيب اكسجين ولا اي حاجه، لا هو محبوس في حته واحده فعمال يطلع في اوكسينز في توكسينز في توكسينز في توكسينز. من التوكسينز دي اللي هي اللاكتيك اسيد والالكترولايت ماشي. فانت لما تفك التورنيكت او تفك الباند دي مره واحده التوكسينز دي بترجع للجسم، ترجع كلها للجسم، فدي بتعمل خطر على طول، خطر جدا، فممكن تسبب موت sudden death ماشي. فايه اللي بيحصل؟ التورنيكتس دي بنستخدمها بس كلاست ريزورت، بنستخدمها كامل الاخير خلاص، دي اخر حاجه احنا مضطرين نعمل نستخدمها فاحنا لازم نستخدمها. ده كان للاكسترنال. طيب الانترنال احنا بنعالج السبب ماشي. لما احنا في الانترنال احنا بنروح ضوء احنا مش شايفينه قدامنا، فاحنا بنحاول نعالج السبب اللي مسبب للانترنال هيموريج. زي ايه؟ لو عندي هيماتوما
بعمل الهيماتوما اللي هو pocket of blood between the muscles او fascia. فانا بروح اعالج الهيماتوما او اللي هي بتبقى عبارة عن blood between the muscle والفاشيا. طيب ماشي. حاجة لازم نعرفها انه لما يحصل شوك ما احنا مش عارفين سببه, اقرب سبب او اقرب او اكتر حاجه بتحصل او اكتر حاجه بتبقى سببها اللي هي الابدومينال, اللي هي الابدومينال تروما. طيب ممكن نعمل جنرال مانجمنت زي الايموبلايزيشن, ما نحركهوش, نعمل له ستابلايز بنثبته في مكان واحد ونعمل له اليفيشن زي ما قلت, بنستخدم الجرافيتي في صفنا مش ضدنا, ان احنا بنرفع رجله علشان ايه, ان احنا مثلا او ايده عشان نرجع الدم للجسم ما يخلوش يخرج لبره. طيب الابيتاكسس اللي هي النوز بليد زي ما احنا اتعلمنا بسبب التروما او الهايبرتنشن, والهايبرتنشن دي بتبقى اكتر, بنعمل ايه, بنعمل لين فورورد مش بنرجع لورا. ماشي خلي بالكوا احنا بنلين فورورد وبنعمل بنش بسيط للنوسترلز. تمام عندنا حاجه, عندنا الهيموتوسيس, عندنا اسوفاجيال فاريسز, عندنا الميلينا اللي احنا لسه قايلينها هي الدارك ستون, عندنا الدايفيرتيكولوسيس, عندنا الكرونيك هيموراج. اللي هي الكرونيك هيموراج ايه, ان احنا حد عنده انيميا فاحنا بنروح نعالج الانيميا. تمام نخش على اللي بعديها واللي هي الفور ستيجز اوف هيموراج. تمام لا عندنا اربعة ستيجز للهيموراج او البلاد لوس, عندنا اربعة ستيجز. عندنا اول حاجة بنعرفها او لازم نعرفها ان 60% من جسمنا او البادي ويت بتاعنا هو اصلا فلويد, 7% من الفلويد ده بيبقى بلاد في الرجال, في الرجاله, و 6.5% من الفلويد ده بيبقى بلاد في الستات. تمام اللي هو حوالي 5 لتر في الرجاله و 4.6 لتر في الستات. نتكلم على الستيجز بقى. اول ستيج ان حصل ايه, 15% لوس للبلاد, حصل 15% لوس للبلاد للسيركيوليتنج بلاد فوليوم, اللي هو حوالي الشخص عنده شخص وزنه 70 كيلو حوالي من 500 ل 750 ملي. ماشي في اللحظه دي الجسم بيحاول يعمل كومبنسيشن على قد ما يقدر, فبيعمل لي ايه, الفاس كونستريكشن, بس مع انه عمل فاس كونستريكشن بس بنلاقي ان في نورمال بلاد بريشر, ان في نورمال بلس بريشر, وفي نورمال ريسبيريشن, في حين البلس نفسه بيبدا يزيد. ماشي القلب بيبدا ينبض اكتر. طيب اللي بيحصل كمان انه الجسم بيبدا يطلع كاتيكولامين زي الابينفرين والنور ابينفرين عشان فبيسبب لنا ايه, بيسبب لنا الانزايتي, بنحس بتوتر. ماشي بيبدا متوتر, بيبدا وشنا يبقى بيل. ماشي وبيبدا جسمنا يسقع. ماشي ده اول ستيج. تاني ستيج اللي هو بيعمل لوس ل 15 من 15 ل 25% من 15 ل 25% اللي هو حوالي 750 ل 1250 ملي لتر. طيب ايه اللي بيحصل, بيحصل حاجه اسمها early decompensation. ماشي الجسم ملحقش يعمل compensation, ملحقش زي في stage 1. في stage 1 لأ عمل compensation عادي, في stage 2 بدأ يعمل early decompensation. ماشي ساعتها unable to maintain the blood pressure, مش قادر ان هو يحافظ على blood pressure. ماشي decrease the pulse strength, البلس بيبدأ يقل, فوق البلس كان عالي elevated, لأ هنا البلس بدأ يقل, بيبدأ حصل tachycardia و tachyapnea, بيحصل ناروينج للبالس بريشر. طيب بيحصل ايه تاني, بيحصل انكريز للبي في ار اللي هو البريفرال فاسكولار ريزيستنس. ماشي بنبدا نلاقي ان المريض بقى اجيتيتد, يعني ايه بقى متعصب ومتنرفز وعمال يتخانق مع كل اللي حواليه, وبنلاقيه ان هو انكشس, بنلاقيه ان هو متوتر, وبنلاقيه ان هو عطشان. ماشي في اللحظه دي احنا مش بنديه ميه او مش بنديه عصير ومش بنديه اي حاجه, ليه, علشان لو احنا احتاجنا ان احنا ندخله العمليات ساعتها المفروض يبقى صايم, يبقى فاستنج, فاحنا مهما كان ثيرستي ما بنديهوش حاجه يشربها. طيب تالت ستيج واللي هو فيه لوس من 25 ل 35% للبلود. ماشي ساعتها بيحصل ايه, ليت دي كومبنسيشن. يعني احنا مشينا دلوقتي شفنا ثلاث حاجات, شفنا كومبنسيشن early compensation, دلوقتي في late decompensation, وهي early irreversible. ماشي اللي بيحصل فيها ان الكومبنساتوري ميكانيزم البادي, الجسم مش قادر ان يعمل كوب مع loss of blood, لان عمال يعمل في loss بكميه كبيره جدا, فالبادي مش قادر ان هو يتعامل مع loss دي كلها, فبيحصل ايه, بيحصل فيه weak
وثريدي رابيد بالس، البالس بيقل بيقل جدا ماشي، بيحصل تاكي ابنيا، بيحصل انزايتي وريسلس، المريض بيفضل وشه بيل وسائع وجسمه سائع، وبيحصل ولسه انكشس تمام. دي تالت ستيج. رابع ستيج بقى واخر ستيج اللي بيحصل فيها ايه، بيحصل فيها لوس لاكتر من 35% للبلد، بيحصل فيها لوس لاكتر من 35% من البلد ماشي. ساعتها بتبقى ايه irreversible والى حد كبير يعني death اللي هو unlikely survival، يعني المريض احتمال كبير ان هو ما يكملش معانا ويتوفى. طيب البلس بيبقى ايه barely palpable، يعني ضعيف جدا 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 لدرجة ان احنا مش حاسين بيه ماشي. respiration بيبقى rapid وشالو ineffective. الريسبيريشن بيبقى رابيد شالو وان افكتيف، ملهوش لازمه زي ملهوش لازمه كده ماشي. والمريض بيبقى كونفيوزد وان ريسبونسيف خلاص، وبيبقى زي ما قلنا كولد وبيل وكليمي. الهيموريج اسسمنت، ازاي نعرف ان المريض ده او ازاي نعمل اسسمنت للهيموريج؟ اول حاجه عندنا انيشال اسسمنت وعندنا فوكست للهيستوري والفيزيكال. نبدا بالانيشال اسسمنت. اول حاجه الجنرال امبريشن اللي هو بتبص نظره طبيعيه جدا على الجسم، بتشوف لو في بليدنج اوبفيوس بليدنج، لو في بليدنج انت شايفه. بنشوف المينتال ستيت، هل المريض ده يعني بيتكلم معانا، قادر ان هو يرد علينا، لو سالنا سؤال بيرد علينا وكده، اللي هو الاي بي سي اللي هو بتاعه الاطلس، اللي هو الاير واي البريذنج والكارديو تمام. وبعدين لو لقينا ان المريض مش بيتجاوب معانا، ساعتها بنعمل ايه؟ بنعمل اوتو، بنديله اوتو، بنعمل كنترول للبليدنج، لو في شوك بنحاول ان احنا نفوقه من الشوك ماشي. واهم حاجه ان انت بتعمل بي ال اس قبل الاي ال اس. ايه هو البي ال اس؟ اللي هو البيسك لايف سبورت، زي مثلا بتعمله اللي هو الفيرست ايد، اللي هو تعمله سي بي ار، تعمله اللي هو اللي هو الاوتوموتد اكسترنال ديفيبريليتور، اللي هو ان انت تحاول ان انت تخليه يرجع يتنفس تاني، او تخلي تعمل مانجمنت للايروي. طيب والاي ال اس اللي هو ادفانس لايف سبورت، ان اسمه ده ان انت بقى بتعمل خلاص مثلا عمليه او واتيفر يعني بعد كده. طيب ايه هو الفوكست هيستوري اند فيزيكال؟ بنعمل اول حاجه عندنا الرابيد تروما اسسمنت ماشي، بنبص انا برضه نظره سريعه عن التروما ماشي، بنعمل اسسمنت للتروما من الراس للرجل، من فول هيد تو تو، كونسيدر الايرواي ميديكال لو ستيج 2 بلود لوس، بص على الايرواي بتاعته لو هي لو مثلا مقفوله او كده، لو هو في حاله ستيج 2 بلود لوس ماشي، لو هو محتاج مثلا اكسجين اديله اكسجين. فوكست فيزيكال اكزامينشن للشيف كومبلين، يعني هو لو هو واعي معاك، دي في حاله ان هو واعي معاك، لو هو واعي معاك اقول له انت فين بتتوجع اكتر حاجه، وانت ركز على الحته دي اول حاجه، او ابدا بالحته دي. فايتلز زي السامبل والاو بي كيو ار اس تي، او ركز بص على الحاجات الفايتلز الحاجات المهمه، والسامبل اللي هي ايه اللي هي الساين والسيمتومز والالرجيز والميديكيشنز والباست ميديكال هيستوري واللاست اورال انتيك والايفنتا ماشي. في حين الاو بي كيو ار اس تي اللي هو الانست، اللي هو البروفوكيشن، الكواليتي، الراديشن، السيفيريتي والتايم تمام. بيقول لي في اديشنال اسسمنت اللي هو الهاي بوتنشال الاورثروستاتيك هاي بوتنشال، زي ما قلت لكم ان هو لو المريض مثلا قام مره واحده، او قام يعني مش لازم قام مره واحده، قام بيقع على طول ماشي، كل ما يقوم بيقع على طول، ساعتها بنعرف ان في ايه، في انترنال هيموريج. طيب فبيقول لي ان في الاورثوستاتيك هاي بوتنشال البلد بريشر بيقل والبالس بيزيد ماشي. امتى بيحصل كده؟ لما يكون سوباين تو سيتنج، كان واقف وقعد، او كان قاعد ووقف كده. في عندنا تيست بنستخدمه اسمه التيل تيست عشان نعرف الموضوع ده. التيل تيست بيدينا الريزلت كعشرين اللي هو عنده الاورثوستاتيك هاي بوتنشال. طيب نخش على بعديها وهي اخر حاجه بقى معانا اللي هي الشوك ماشي. الدكتور كان بيقول لنا ان الشوك دي ليها تعريف عباره عن كلمتين، هايبو بيرفيوجن ماشي، هايبو بيرفيوجن وسيلولار ديسفانكشن. يعني ايه هايبو بيرفيوجن؟
يعني ايه؟ يعني مفيش دم كافي بيوصل للاعضاء، ماشي؟ في حين يعني ايه سيلولار ديسفانكشن؟ يعني ان السيل مش عندها الاجواء اللي تساعدها علشان تقضي الشغل بتاعها. يعني مثلا مش قادر يوصل لها نيوترينز، مش قادر يوصل لها اكسجين، ماشي كده؟ فهي مش قادره انها تشتغل، مش قادره تعمل الفانكشن المطلوب منها. طيب عايزين نعرف ايه هم المانجمنت للشوك، ايه هم الحاجات اللي بنستخدمهم عشان نعمل مانج للشوك. اول حاجه الاير واي والبريذنج. اول حاجه بنعمل لها مانج الاير واي والبريذنج، زي لما كنا بنتكلم في الاطلس الاي بي سي. اول حاجه عندنا مش محتاجين الترتيب، بس كانت اول حاجه عندنا اللي هي الاير واي، وتاني حاجه البريذنج، تمام؟ طيب في الاير واي بريذنج ازاي بنعمل لها مانجمنت؟ بحاجه بالان ار بي اللي هي نون ريبريثبل ماسك، ماشي؟ احنا مش مفروض اتوقع مش مطالب مننا ان احنا نعرف هما stands for ايه، بس اعرف ان احنا بنعمل management بال NRB وال PPV اللي هو ال positive pressure ventilation، اللي هو تديله دفعة air في اللونجز علشان تدخله oxygen زي بالعافية، يعني انت بتديله oxygen بالعافية. وال ET اللي هو ال endotracheal tube، انت بتدخله tube. وال CPAP وال PEEP. طيب ال hemorrhage control وال fluid resuscitation. طيب بتعمل ايه؟ بتعمل كاثيتر سايز واللينث، ماشي؟ اول حاجه انت بتدخله كاثيتر. طيب المهم السايز واللينث بتاع الكاثيتر، لازم مدام هو في شوك دلوقتي، لا انا لازم ادخله الفلويد، مثلا عايزه اركب له فلويد فلازم ادخله له بسرعه، فانا عايزه الكاثيتر بتاعي يبقى واسع ويبقى قصير عشان يدخل الحاجه تدخل بسرعه الجسم. طيب يبقى لارج بور، يبقى البورز بتاعته واسعه عشان تدخل لي بسرعه. تعمل stabilize للvitals، الحاجات اللي هي الأساسية، وتعمل لي وتركز لي، يعني تركز لي على مثلا الhead injuries، ماشي؟ والpolyhemoglobins، تمام. طيب والtemperature control، أكيد مش عايزين ندخل، لو مش عايزين ندخل المريض في hypovolemic shock، فإحنا على طول لو رأينا أن درجة حرارته قليلة بنحاول ان احنا نديله warm IV fluids، ماشي؟ عشان نعمل conserve للcore temperature. واخر حاجة ال PASG اللي هي pneumatic anti-shock garment، دي عبارة عن زي بدلة كده، لو الدكتور ما قدرش ان هو يسيطر على البليدنج بتاع المريض، ساعتها بيلبسوا البدلة دي، والبدلة دي بتضخ فيها هواء، فبتعمل زي بريشر على الجسم، فان هي زي بتعمل بريشر، لما تعمل بريشر على الجسم تعمل بريشر على البلود فيسلز، فبتحاول لحد ما توقف الهيمرج اللي عمال يحصل. فهي بتزود لي انكريز البي في ار وريديوس الفاسكولار فوليوم، انكريز السنترال اللي هو البلود، انكريز السنترال بلود فوليوم، امبولايز اللور اكستريميتيز، ودي كاكشن كاساس بتعمل لي بولمونري اديم. سوري، اساس لازم تاخد بالك من الناس اللي عندها pulmonary edema، ال pregnant ladies، ال vital signs، ماشي؟ واخر حاجة بيقول لي an any injury to head أو torso is also considered an injury to the spine، يعني أي injury بتحصل في الهيد أو التورسو برضو بتبقى injury للسباين. بس كده نكون خلصنا، يا رب تكون استفدتوا. أنا حاولت أشرح بسرعة وأركز على الحاجات المهمة على قد ما أقدر علشان تستفادوا. اخر حاجه عايزين نشوفها قبل ما نقفل، لو انتوا حابين، انا كده خلصت، بس كنت هشاوريكم الفيديو بتاع التشين ليفت. سوري معلش لحظه، كنت هوريكم الفيديو بتاع التشين ليفت والجو ثراست ازاي بيتعملوا، ماشي؟ The head tilt maneuver moves the neck and is thus contraindicated in a patient who might have a cervical spine injury. To do the head tilt chin lift, tilt the patient's head back by pushing down on the forehead, and then place the tips of your index and middle fingers under the chin and pull the mandible up. This lifts the tongue away from the posterior pharynx and improves airway patency. The jaw thrust maneuver does not cause much motion of the neck and thus is preferred over the head tilt chin lift maneuver if there's a possible cervical spine injury. Stand at the head of the stretcher and place your palms on the patient's temples and your fingers under the mandible. Next, lift the mandible upward with your fingers. This maneuver lifts the tongue along with the mandible, thus relieving upper airway obstruction. بس كده نكون خلصنا، يا رب تكونوا استفدتوا، شكرا لكم جدا.